أكيد ما حيتغلب باللهجة فهو منذ ريحني. هذا غير أنه تعودنا نشوفه بدور المناضل خاصة بعد ما كسر الدنيا بمسلسل الاجتياح. قاعدين بيضرب الناس يمين وشمال بيعتقلوهم وبصر شو بيعملوا كمان. احنا لازم ندافع عنهم مش راح ندافع عنهم. احنا قاعدين بنسولفهم زي النسوان. يعني هذا العمل بيخصني بشكل خاص جدا جدا. وإن شاء الله أنه تكون هي الحدوتة شبه حكاية حقيقية للمنتج. أنا بمثل دور وليد. وعلى فكرة إذا بدك تختصر أي دور فلسطيني بجمل فهو إما المناضل وإما الشهيد وإما اللي بحارب عشان أرضه. فهي الخطوط العامة لأي شخصية فلسطينية ممكن تقدمها لواحد بدافع عن أرضه وحقه. يعني هذا هو الدور.